الله الرحمن الرحيم. نزار برقيقة، عضو مكتب عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس، وكعضو غرفة وطنية لهيئة الكتب المهنية الخاصة ورئيس غرفة جهوية لهيئة الكتب المهنية الخاصة بصفاقس. اجتماع إقليمي يضم الولايات الجنوب. احنا عملنا فهمت النهار 22 وقع اول اجتماع اقليمي كان في الوسط في سوسة، ونهار 28 الاجتماع الاقليمي الثاني كان لاقليم الشمال في تونس، واليوم الاختتام يقع في صفاقس يوم 29 الاجتماع الاقليمي للغرفة الوطنية لهيئة التكوين المهني الخاص حول معنا مشروع القرار الذي ستصدره وزارة التشغيل والتكوين المهني بإلغاء منظومة التنظير خلال سنة وتعويضه باللابيليتاسيون، هي التأهيل والشهادة. هنا حابين اليوم الاجتماع الإقليمي للولايات الجنوب الكل استعدادنا باش نشوفوا ونسمعوا مدى استعدادهم لمدى استعداد هيك التكوين من حيث اللوجيستيك والأمور المادية والأمور الجدار إلى آخره، خاطر هما معناها داخلين على صعوبات كبيرة، سيرتو نعرف التأهيل معناها يتطلب إمكانيات كبرى، وهنا سلطة الإشراف ما وقعش احنا تشريكنا في اللابيليتاسيون في التأهيل. يمكن انت كسلطة الإشراف بادرت بالقطاع العام اللي هو من مركز التكوين العمومية حاضرة، ممكن انت في التأهيل، والقطاع الخاص اللي يضم 4000 متكون في 4000 مؤسسة تكوينية في الجمهورية، أي من قرب 35 متكون في القطاع الخاص. هنا معنا باش يقعد إشكال كبير للهيكل، ممكن اللي باش نلقاو بعض الهيكل اللي باش تندثر إذا كان هي مش باش تنخرط في منظومة التعيين بمجرد قرار معناها سهل معنا هيك. احنا تمنينا بالحق ان نكونوا شاركوا وزاره التشغيل، ومعناها ما ناس رافضين التاهيل، بالعكس احنا نحبوا الاشهاد والتاهيل وجوده التكوين، ولكن يلزم في صفه الاشراف تكون انت في تاهيلنا ومساندتنا من حيث التكوين المديري الهياكل وسيرتو القوانين، قانون الاشهاد مازال ما نعرفوش عليه، فمتحنا حتى تصنيفهم من ناحيه الاشهاد، نعرفوا التنظير اللي عنده شهاده نتاعو مصنفه في سلم الوظائف الوطني، وهنا التاهيل معنا شو ما قاله الوداد احنا باش يخرجوا ما نعرفوش، ما عندناش فكره، كنا نتمناو احنا حتى البرامج معناها البرامج انت في لينار معناها باش تكون انت جاهزه، يمكن في بعض الاختصاصات ما تكونش في الفتره الحاليه جاهزه، نعرف احنا وزاره الاستشراف انت خدمت واشتغلت، لكن هو العمل ما يكونش عمل احادي، يكون عمل تشاركي باش نجموا نتقدموا برؤى التدريب المهني والتدريب، لان القطاع الخاص عنده معناها بصمه في تطوير اليد العامه المختصه اللي هي طلبتها المؤسسات الاقتصاديه بالكسوان الوطني ولا شيء. فيك انت كنقول لك في عمق اليوم 4000 مؤسسه، اليوم 4000 مؤسسه مسجنه، تحكي لي حتى ما طوروش في روحهم. انا اسهل شيء انك تحل مركز التكوين المهني اليوم. ولا موجود هو ما فيش شك، احنا تو المؤسسات احنا في التكوينيه موجود اللي عندنا المؤسسات اللي هي عندها معناها اللي يكون جاهزه في التنتي في الواحد، ثم مؤسسات اللي تنجم تكون انت ماهيش جاهزه، مؤسسات صغرى ومؤسسات كبرى. دونك المؤسسات هذوما احنا بالنسبه لنا احنا كنت الجاهز واللي هو معناها شنو طالبين؟ طالبين مسانده نتاع الوزاره معناها باش نرتقي بقطاع التكوين، احنا ماناش رافضين، لكن ثم مؤسسات اللي هي قاعده تعمل في تكوين مش مقيس وبعيد كل البعض، ما عليه الا خويا زاد يطور روحه ويتقدم انت باش واحد، انا بالعكس احنا ماناش ضد الجوده، ولكن ثم لكن الاغلبيه بطريقه لينورم نورماليزاسيون بالطريقه هذه ممكن ان احنا باش تعطينا صعوبات كبيره، فهمت انت، وهي تتطلب منا مهله فهمت انت، ثم بعض السنوات يكون الاستعداد لمنظومه التاهيل.